بسم الله الرحمن الرحيم انا احمد سيدي ربي نشكر ونزال ونسلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دي مدوكاليس دي فرن ظفران اسماء ما الكل من يسهل لا غسير داخل تمور ناصي برا تمور تلفزيون زيرت ست مزيغ ويسرب هذا ذوني نغسل لامدا قرضان سيدي ربي دنبي في اللون عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا زيونا كيد نغلتي كل تجديد سورة نتمدورث هيث ما سيدي ربي شيعد الأنبياء الرسول عليه الصلاة والسلام بشون ون عندوني بشا أكسن الباطل إن جر الأنبياء دي شيع سيدي ربي سيدنا شعيب عليه السلام لان إنائي القوميس ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين يعني يتثش أمور مدن غلئي دي باش نسوس عوال في الايه الكريمه ولا تبخسوا الناس اشياءهم صرف فرح تقرضاء ان وجيونا مسلين في الموضوع الا كذي ان وجيهم زوار ماس فضيله الشيخ آه رحماني مختار امام مسجد الفلاي مركزي ولايه بجايه مرحبا بك الشيخ ربي يحفظه من قبل الله يعز بارك الله فيك هذه الجزائر ربي اما طاف انت في سربعه وكني يبارك ان شاء الله ذي يبارك ربي الجهود إن شاء الله امين ان شاء الله بارك الله فيك انا وجي نظن الذي مسلم في الموضوع كيف كيف ما فضيله الاستاذ عبد النور عربوش المتخصص في الفلسفه الاسلاميه مرحبا بك يا استاذ بارك الله بك السي فتحي في العرضين وبارك الله, الله, الله في ضيفك الكريم وبارك الله في المشاهدين الكرام ان شاء الله اهلا وسهلا الشيخ عزيز بذير الايه الكريمه مكي تزورك المقدمه سيدي ربي الانبياء شاك سن الباطل الظلم آه، الفساد وقوم دونيث او عند دونيث سيدنا شعيب عليه السلام يفلق من الناس غرس نعيط الفساد سيلفساد الفساد خُقن الميزان سيلفساد الفساد ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين ام بدك الايه يا شيخ كي جاز ربي سي كي جاز ربي الخير يعني وين غادي يسمح غادي يسمح سيسان غادي ان شاء الله اسن الصواب سفاث يا رب زوار ضد اخاطر القران الكريم تفاث صحيح ولاش اين الشبان ونتنادي ثفاث اما ولا رب العالمين سبحانه وتعالى الانبياء عليهم السلام الرسل يفرني ضرب العالمين يفرنيثن استخلاصهم الله اي غريثن ديفرن يوكن اتسوفغ المدن قطلام ارثافاف قذيق ارلوسا يوكن اسند غرن ارسو ذرث انتذت الحياه اما سيدنا شعيب عليه الصلاه والسلام مقارن خطيب الانبياء ايوه يعني سمسا ذوال ذا حد ذوال ذا فنان جوال خطيب الانبياء سيدنا شعيب عليه الصلاه والسلام مدين يفثن صنقاسن في الميزان بدلا من ان نديري الخصله يعني في الايمان في سساس المروءه في العقل تخالف حتى العوايد يعني وين عن انظار الانسانيه هذه كامل سيدنا شعيب عليه الصلاه والسلام ان صحيح نسوى والعالي سيدنا شعيب وراه يقول فارا <applause> الانبياء الانبياء كيف صوابا ابريض ربي سوى الكلام الليين الكلام الطيب أولا يا القرآن استعمل سيدنا شعيب عليه الصلاة والسلام يوكل القوم أن ينس أدو غالين غفل الخصلين ديري سنقاس الميزان تكورين قل ميزان الغش وشبيه النبي عليه الصلاة والسلام إن هذا من غشاء فليس منا القوم شعيب عليه السلام يود الحال مثل <مسن> شعيب عليه السلام صنع صحيح صنع وعظ أدينين أن أستغفر بالعالم سبحانه وتعالى أن طلب أربع يعفو أن من بذكر لمعنى أنه صغار القرآن قالوا يا شعيب أصلواتك تامرك أن نترك ما يعبد أباؤنا أو نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحريم الرشيد الرشيد <متصفيق> يعني نوانس ما كان سيدنا شعيب يتكلم في اللسان نوانس تزاليث زويني دي وي سيدنا شعيب العبادات التزكيه باللي ونجبدال وثني نهار في غير الخص لاين بخص الاسي. بخص الناس في اشيائه القوم شعيب الحجه ثم قران تاعي اكن غارق المفسرين يعني سنقاسن قاسم في الميزان وخدمنا راس خلفا العدل <applause> القران الكريم بثلاثه مكان بسورة الاعراف بسورة هود بسورة الشعراء يدرد انشتيني اقلان قمديان مدينة يدي ورس سيدنا شعيب عليه الصلاة والسلام ان شاء الله انسفصل اواد ان شاء الله غف البخسيني خطر الطاس سي فتحي أبو ابخس بالميزان إيه كان قدرين نتنعم كلش نعم كلش أعم. بارك الله فيك آه سيدنا شعيب عليه السلام من الانبياء دي شي سيدي ربي الكل يلقا ياكي وفان الباطل وفان الفساد وسان باش وسند وسان يشيعيه سيدي ربي نغيوزنيه سيدي ربي باش كسن آه ولكن انا في الفساد توغن سيدنا شعيب مازال الا الوقت هكي كلا الومثل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, 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 وسلم. والقران الكريم يصلح نعم. يعني كزمان شعيب وكالزمان هكي آه غير يقوم القيامه يعني نعم. فوق الدنيا. نعم. ولا تبخسوا الناس اشياءهم المعنى لكن كان نخص المعنى يعني قرضال الايه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ربي مدي قارق القرآن ولا تبخس الناس أشياءهم إفكاية غد معنى الآية معنى ينستقبالي يعني وتتسرى الحق لبنادم وتتسرى ثيذي لبنادم وستوارى الشيء لبنادم ولو كان قلني الصوفية الحقيس ولكن في كتص الحقيس النقصان دوية المعنى اللي بخس حتى نكن تنقر ثاك ذا بخس ذا رب العالمين إذ الدين قدين الإسلام أن كل الأنبياء المرسلين والدسامين حرب أن قال القوامة من سن في الشرك قال استفحل الأقوام من سن تأتي الظاهرة قسم خلق ربي سيدنا نوح ألم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لأن العباد عبدن دي زيدولاتر عبدن دي زيدول يعني عبدن أصنام وآلهة أن الأصنام والآلهة ينين رب العالمين يحور بيثن سي الأنبياء المرسلين ولكن ما طلب بالله رب العالمين تبارك وتعالى العقوبات ذي العقاب الدين في الأقوام ينين شرك صربيا استفحل الشرك في اللسن يرناني يزاد في اللس ده شو يزاد في اللس الفساد لان سواء فساد اجتماعي او فساد قشوي اللي شعيب ما فساد اقتصادي لاني هو فساد اقتصادي دونك رب العالمين تبارك وتعالى يمثل غاديون النبي اسمي شعيب جو ترون ستروميثين غاريش يعيط رب العالمين قوم مدين اسمي لا بيبلا داين دو مديان. اني غيثلا نجي يار مصر الواحد سوريا الاردن سيد الذي قوم شعيب شو عايبين خطيب الانبياء ما يفديش يا رب العالمين باش سيوث العاده قال لها نديري تمليح مليح اول مره ذكرتي ضربك القران في الناس اني اذا ذكر ضرب العالمين بخصن للموازين ربي قرض القران قيوس الايه الناطنين قيوس سوره الناطنين يسمى كومبليت في قرض رب العالمين ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين يعني وين يكتب خيسن الشيا نلعب يقول ويد الحال استيستوفي استيستوط اكن الحال كامله مستوفات ما الا غير خصك ربنا يا مؤمنين يا مسلمين انزل صورة فوش, بحن النبي عليه الصلاه والسلام كومبلي يسمى يا سوره المطففين يعني دوي ذا كي قلنا تتعامل شنو معنى استطفيف دا غن يعني يونا الذي وزنني غادي كالن قل ميزان غادي كالن قل حساب وذيك اللح العبد الناطن اللي غادي خدع ني غادي روح في غورك نقاري غوري ذيك السوقيس ويني رب العالمين تبارك وتعالى قرضي زوارد الويل يعني الويلين ينقريس استقبالي ثلاث المفهوم يعني الواسع، اي انغريسي الوني قلاني تطفيف كالميزان، يسمى يصرب المطفف مالغريتو ذا المؤمن، ذا الموت يتسامن صار العالمين ولكن قال رب العالمين ويل للمطففين الذين اذا على الناس، ما الا نسعى الحق العبد يتساوي 100% يستوفي 100%، يعني تسايل سي نذريم عثياوي كومبلي، يتسايل سك الخدمه، هذه خدم الساعه نغسلنا ثلاثه، ما الا نسقس كلا دقيقه نغسلنا ثلاثه، غسل ما الا نتسايل سحد نيغيون البروفيتين يعني يخدم خدمات الخدمه غيون دايما الا غيتشيس كل الوقت اللي غيتشيس قدري من وي رب العالمين الا يظن اولئك انهم مبعوثون يعني ما كاين انفار ربي في الناس الحقيقه الايمان في الاخره لان لو كانوا من نصر رب العالمين يقرض لو كانوا اذا كاين وطفيفنا راك الموازين وطفيفنا راك المكاييل لان يعني وعرا نشتغل رب العالمين تبارك وتعالى. بارك تعالى الله فيك تبارك الله. الله. يتوغن للقوم سيدنا شعيب عليه السلام. فاتنا في على وعلى كل حال هلا لان تصمي الدن بلاك يروح اي الزال اي زوم. ممكن اي الزكاة زكاتير ولكن شحال غرس تاوض تاوض التمثال المال اي تمر مدن يدي مدن كذا وكانه يلس من بنادم بحال و السيس يا شعيب اصلواتك تامرك ان ترك ما يعبد اباؤنا او آه في اموالنا ما نشاء حتى كفار قريش اسمي ذا سني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم للجيب وهني يجيبش الحال نعم لخاطر الكعبه تغين توند الهدايا توند العطايا توند إفوناس توند دورغ توند كذا وشيني الكل توند كفار قريش وكانه اكساسا يمسسني الجيب نعم يعجبش الحال الثوره اللي نشمي الدنس حال تمسد الجيب دسيني بالك الحرام بالك كذا ويعجبش الحال بارك الله فيك اعطيك صحه سفتحي يعني سمو امكان القرح خاطر تمسل تيني وذريم المال ثلاثة مساء كنا سنقرص الشراء يسد وكان كان لكن تِظْبَطُ، تضبط معاملة العبد اذ وذرين سيفتحي يعني ما نغار الشريعة من الاسلام الشرع يفكاد سناف نتكجنا ام شغل تيغر غرض ام كارثي معامل ام اذ شيء سَمِنْ زوث الكسيبه <تسجيل> الحلال لا قال العبد ديك يكسب الحلال اذا سوا <تسجيل> هذه الحرفه المهمه تيلي في الحلال الانبياء كسال <تسجيل> في كان غدا فيها ما من نبي الا ورع الغنم زكريا عليه السلام مثل الجرار المهم سيك جدي الثمن زوث الكسب الحلال الكسيبه <متحدث> <تسجيل> الحلال سي سناث سي الحرام أثن سنة تكجدا فاشو ثبت فكان اكند يدن المال نسيب الروح وإنه لحب الخير إلا شديد إلا شديد الملايين ما العبد زبيطارة العب ذي جل وديوي الحلال لقمة الحلال زينين أذي قين قلناها سيدنا شعيب عليه السلام من قوميس غف بوسين غف سنقسين امام إيه العبد ذي يغاد وليس ضبلة ضفعة وليس حسيرة إلى حرام وليس حسيرة وليس عوارض عن الشعور بلي أنش سيين ينهار بفلاس نغوين سعت قال الشيخ سعيد معول ربي يذكر بس ان شاء الله يقر شم الدن شعار نسن الحلال وما في الجيب بارك الله فيك القبائل قاو كاين ما راه يون ولاش الانضباط كان يقد عايز وين قارن قسامة لا اله الا الله قسامة وين يوفان رأي الله ايوه هذه هي أغسطربي امين امين لابس السعر الضوابط مكسغد يون الحديث أمشكث الرسول عليه الصلاة والسلام إن يست كعب بن عجرة إن يست يا كعب بن عجرة وشبيه النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم <applause> إن من لحم نبت من سحت في النار أولى به يا كعب بن جعرى الناس غاديا يعني فغاد فمعتق نفسه من النار وغاد فموبق نفسه النار فغاد نفسه فموبقها وشبيح النبي عليه الصلاه والسلام انا كعب يا كعب بن عجره يا كعب بن عجره يا لكسوم الحرام واش تنقار العبد هذا الحرام سكراني ناس ذا شوت جهنم جهنم ما تشد الشرط يعني جهنم قلع خلف كان وين العذاب من قران جهنم ذاك دونيث العذاب أمراض نفسية الحيره القلق الذبذب من العباد وما العذاب الاخره اكبر ولو كانوا يعلمون الا وين اثن قبري في الحلال اسم ضوابط اثن يخدمانيس اما يمنحك قطاس الافاث لهلكات القلقه الحيره الا وطنين الزنزيماني سبعه عشر الزنزيماني الشيطان الزنزيماني اس... يغال كسل الناس الهلاك أغستربي. يا رب يا رب فكينا قبيل الضابط يا سي فتحي العبد اديك سب الحلال وذيج الحرام يكسب الحلال وذيج الحرام وسيدنا رسول الله إن يا سعد اطيب مطعمك تستجاب دعواتك تستجاب تكون مستجاب الدعوه يعني. امين ان شاء الله. ربي ييسر لي الدعاء ان لازم الحلال. الله يعطيك أه الشيخ عبد النور ولا تبخس الناس اشياءهم. أولو يعنى برك من يجي ايتش امور مدن. هذا سنيكس الحق انسن سوا سخونه للميزان سوا سخونه لجيت النظام المهم هي تشيدي ميدا مثلا نعم. يعني ايدي ناخذها من كذا نغ المعنى يوسع حقيقة المعنى يوسع إذا سمح برك أنت تروح في التطفيف ويلو نعم. المطففين نعم. يدرى التطفيف يعني برك الميزانين نغرس المعنى يوسع كيف كيف التطفيف يسعى المعاني المعنوية ومعاني مادية ماتيير لأن النبي عليه الصلاة والسلام يزور يقول الحديث الصحيح في خطبة حجة الوداع أن إذا أيها المسلمون إن أموالكم إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا إلى آخر الحديث يعني زوال غدي جذيا في الشقين شقين الشق الروحي والشق البدني الدماء يعني ذا من دونك يون ملا لا تستخدم مثلا هذه خدمة الغوري ومن بعد توفى الحقيس وصفت الحقيس الخدمة ينس النبي عليه الصلاة والسلام يون الحديث أني ذي قرض النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أنا خصيمهم غدا يوم القيامة عند الله ثلاثة الصنف مدن يون الصنف يغيهم من تورا إن يوم القيامة كذا خصيم غربي يوم القيامة من هذ الصنفية إن رجل استأجر رجلا فأوفاه فلم يوفيه حقه يعني يون ورقازي ويدار خدمه الغرس ذا خدام الاجير سان وي يعني ويثيد ومن بعد اف كي اف كي يخدم سنت الخدمه ساكن يدي وي الحال ثمانيه سوايع الساعه ست دقائق يخدم ساكن يدي الحال يخدم الخدمات شباح تكمل ولكن ميقوط على الحساب باش يخلص سي الحسابيس يسنقص الحسابيس يتشيز الحسابيس النبي عليه الصلاه والسلام يقرض ان خصيمه غدا يوم القيامه عند الله سي بور النبي عليه الصلاه والسلام قال الحديث النطن شو الدقار يقرض ادي حق الاجير قبل ان يجف عرقه يعني هو دون هذه خدمه الغورش سي لا 13 قبل ما تذين تكاو دوين المعني شبح قبل ما تكاو تذين سي قرض وشبح النبي صلى الله عليه وسلم في كاس الاجرينس وثاني ثاني نعم. المعنى النظام نعم اذا كان الحقيس هذا السيغ مثلا 300000 كواس نعم ماشي يروح ذا السيغ 100000 تورا نهضر في الناس 50000 سل الاستاذ فتحي القصي يهضر يا عبد الله البوجلي رضي الله تعالى عنه وارضاه انه صحابي <applause> زماني سي روحي شي عيونو خدام الناس روحها غيد فرس يعني ان بيور سون اعوذيو يروح اش ديال غاعوذي ويا مي قوت يوفينو عوذي دلاك دلاصل يعني ان بيور سون ان فيريتابل بيور سون عرب ازراث عجباس الناس بكم هذا الناس وين مسكين ب 300 الناس كي غادي 300 ثاويه يوز دي ذس يوز تي دي مع الميس بيديو طالور سي طال وعودي ونن وفاتني شحال طوغي تنيس خلصها فلاس 300 درهم يعني درهم ديال الفطه ديال الوقت <applause> اللي ان يسوي غلا يكثر لا يا سيدي باب الشيعية ان شحال يزنس تنيس 300 ني باللي سوا كثر اشحال ان يس 400 ومن بعد غير نخمم عبد الله البوجالي رضي الله عنه وارضاه ان يس كان كدينير فكي دروحات السيغ ثورات اثم تصاطير يعني جفي الشيفوشي وتزرو اس كيسعى القيمه لا خاطيه يولي نسوفل يشوفو شي يوفى الله يبارك باللي هذا عودي ويسعى القيمه الناس ويخدم 800 يخلع وركاز الناس يا يا عبد الله الناس السومان كيف 300 300 شتي تغني 500 زياده الناس لا تبخس الناس أشيائهم يروح على النبي عليه الصلاه والسلام فقص عليه القصه باش شو النبي عليه الصلاه والسلام اني صدقت يعني خمت الحاجه يقول لها نتصوب تيقل يقول جل البيوع قال المواد الماده ولكن ثلاثة غن تبخيس تطفيف المجالات النطن مثلا أن إذا يونو بريد الله يونو صحابي دا حبيب النبي عليه الصلاة والسلام ألا أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأبو الدرداء الإنسان اسميك الإسلام من الأوائل أهل الأنصار اسميك الإسلام يتزم كل سد في كربي العشاء وريقان يتقيم الليل سلمان الفارسي من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام سلمان وآل من آل البيت يروح ينبريد على الغرس سطن مو يسلم الدين هضر نقرنص يتزمو نهار كامل ويلقانا لا نهار الليل كامل يبغى في اسم تكينات توغي يبغى يعلم الاهلي ينسى مكتب عمل نديدس يروح هذه يروح هذه نبقي الغورس الضيف يسنس غورس يحسب في اللاس يفطر فطر نسي زوم ولكن الناس حق الضيفه تفطر ديدي دي. يفطر الناس زوم مغاره الليل الناس تينط تي حق الضيفه تينط كي ينط شتينط يكرد الصباح يغطيت الحلب والضردة الناس ما تصرح تيلان لجورني نصرح تيلان لنوينون ينمع بضرب العالمين الناس لمن ماشي ويد الحق الناس إن لنفسك عليك حقا وان لبدنك عليك حقا وان لنظيفك عليك حقا وان لاهلك علي حق عليك حقا ميكرو النبي عليه الصلاه والسلام وافق سلمان الفارس رضي الله عنه وارضاه معناته تنفسيت لنا سعى الحق في دونك تطفي فرانك الحقيس معناته وكني تقارن علماء النفس تنفسيت لازم تعز لان الله في كيك الكرامه يكرمك سي هي دونك عزيت وتتهينا راه داش معني ما سي سيدنا علي رضي الله عنه. وارضا ان ديون القول شبح ان اذا احسن الظن بك احد فصدقه يعني من احسن الظن بك فصدقه مثلا يون الند باللي فلان ما شاء الله ذي العبد قرر ولا حشر بك المال كي بتتر ديال العبد اللي بتتر ولا غارا بتتر اللي هي وصليح غارة لا يقرض الامام علي كرم نفسيتي لان الله يكرمك النفسيين يعني دونك الانسان هذا علم باللي النفس تسعى الحق في الانسان الماده المال تسعى الحق في الانسان ينزل القرابين ثم على تسعى الحق في الانسان بارك الله فيك الله هيش الظاهرة الشيخ خاصة إن نو إن كورة إدني لأن كشمن منك تجارة سلكرار قديمين مثلا كذا ديس أنت يزروا كروستني باللي سوميس قر ميتين مليون هذا هي العيب سيا العيب السين هذا كذا هذا هيني كروستو قر مية وخمسين مليون ايروح اتيا اتياس 150 مليون باتي تيزنس 200 بلاكو 20 230 يشم الايه الكريمه ولا تبقى أشياء الناس اشياءه بارك الله فيك قرنا سمسار ولكن الحقيقه سمسار غرس المفهوميز اه نعم في الدين. تفضل أه نشتكي ثاني ما يخشم كان ولا تبقى تسوى الناس اشياءه يخشم سي فتحي اني ذاك الحوايج الصغيرين تالمروءه الله المروءه العبد خطر ذاش المروءه في الساس ورقاس مه. اني ذاك العبد اريد تراير غيماس خاطر الاذى 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 زويتي ليس ذا وين الذي من الحوايج جايينين بصح مثلا في البورص خاطر اس دي زي اس دي زي هذا يقلل القيمه للحجمي ومن بعد هذا يروح كتم النيطون تيزنز خاطر زيني يخشم كتحايل ضغن ونستوى هذا ضغن يخشم قلقله المروءه الرسول عليه الصلاه والسلام ينادي ان من كلام النبوه اذا لم تستحي فصنع ما شئت صحيح لعب زون الصحراء هذه خدم يال الحاجه زيك سنت الحوايج يعني دي ايموس ناون نعين من الاجتماع انه مرض بغول ادفكن تعريف ايو مذان ذا شو درنا نند امذان ذي الوعود ذي العهود ذي العقود الله الله, الله 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 وعود وعهود وعقود الله الله وعود وعهود وعقود 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 سواء العهود يقف العبد إربي ولا بد يفك العهد إربي باللي لهذا سيدي ربي قروا أوفوا بعهدي اوفي بعهدي بعهدكم حتى اني يعني في شو في المجتمع يزوي سما كلش ثاني عهد رب العالمين الا العقد عقد الامان تجاره في العقد يسعى الاخلاق اخلاق تجاره يعني كزمان الصحابه غادي يرضوا ربي في كيث اديوسان بعد الصحابه غادي يرضوا لأن في يعني غالباً الاخلاق التجاره فقه التجاره وقبل ما مارس التجاره يعني سيدنا عمر الناس ونيا لا يدخل السوق بلا لا يغر الفقه والله سيدي يخصنا ينكر و أعطيك اعطيك السوق بغير فقه فقط التجاره بالربا شاء ام أبا شاء ام ابى عرفتي انا السير تضرش دوز السير عندنا في يعني التجار اللي نزيك يجعل اثنى ربي السبع صوت الاسلام رسموري بعدنا من الاندونيزي سيموريين الشرق الاقصى لا شو الحوايج اللي سيفتحي صوت الاسلام صصفا صصفا اخلاق التجار الاخلاق الصادقه قول سيتواك توك دوسانت قلنا عليه الصلاه والسلام يموت التجاره أه البورصيني سورتو قلت مثال تجارة دي الوعود دي الوعود دي في التجاره في المعاملات عبد العوض اولني ام ذانثا ذي العهود ذي العهود ذي العقود ولا بودثان يفكع العقد لمان باللي التاجر العبد مع مريض التجاره هذه مع عملية الأمانة، في الوفاء، في الصدق. ما يروح وين شتاقيني. هذه يوغا للتدين. هذه يوغا للشكلي، الصوري. والإسعار القيمة. والإسعار القوم، السمراء. أنت من الأصل قدامك التدين، هذه السعو السمراء، هذه السعو الطعن. يعني في غرغر تاييني. لبعض سيدنا عبد الله بن عباس قال يسعى الثمره اه قال في الحسنه ان للحسنات للحسنه ضياء في الوجه في الوجه الله هذا سيدي سي ربي آه. ضياء في الوجه ونور في القلب في القلب و... و... وسعه في الرزق م. وقوه في البدن ومحبة في قلوب الخلق والعكس العكس صحيح والعكس صحيح. الحساسية أساوات في الوجه أوه. ظلمة في القلب وهن في البدن قلة في الرزق وبغض في قلوب الخلق ونيال لازيس يسلم ذهين يعوذ بالله من الشيطان الرجيم بارك الله فيك ايه؟ الأصل المسلمة هذه دي تمثيل صحيح الأخلاق القرية. خاطر نكون الحاجة ثمن زوس قرانتين تزوخ ويس الأخلاق مقارد. ما غير الخلق الكريم الخلق العظيم ماشي الخلق الكريم كان الخلق العظيم صحيح بارك الله فيك غره غره دوليغ واش كنت مسلي اخلاق ابن القيم ربي يرحم ينا الايمان هو الخلق فمن زادك عليك في الخلق زاد عليك في الايمان في الايمان معنى والناس على الاخلاق انت يندم من حقاني يعني بارك الله فيك المسلمين تروا في الجانب المادي يدري من كذا ما كاين الشيخ مدني لانكار حيلة باش باش الجيو الجيوب تشارل ذا تشار الجيوب نسن ولاش الكرامة على كل ما الشيخ ما كاين الشيخ ربي الشيخ ربي أمام المسلم المسلم في الجانب النظام الجانب المعنوي يون يويد الفكرة فكرة سالفكرة ني الفكرة اني الناس تنتشر تنتشر ولا الفكره اني اشتج أتسيد ايميليان شك بالك ده سيني دغير بارك الله فيك وخلاص رحت خدمت الفكره اني تزيد الزيت ادريمن هو نجحت الزيس هو الزيس مثلا المسؤوليه كشم الناس اشياءهم انا استاذ فتحي شفت الحديث النبي عليه الصلاه والسلام القصه صغر. فسخ كل المسلمين في العالم ها قسم ثلاثة نعم ثلاثة يون الأقرع الأعمى أبرص. والأبرص أيوة أيوا وإذا كاين يسند رب العالمين يون الابتلاء يو يسن يون الملك على هيئة بشر يطلق كل يون في كيس دي شويه المرغوب إلو إكزوسي أشاك سي فو أو بلوتو أن فو يعني يوث الأمنية يون زيسن انا قال نتي قال بحال الاختبار هي 30 لان يونس يسيني نجح حد ختم باش باش تختزي الكلام في الناس ان اذا في كياس دا شو يتمني في فوناسين اسمين يسعى في فوناسين يرباثون تي علاسون تي انتشر وانشتا الخير يدي دس الم ميدين يوسد واسي قلب الملك بعد سنين طويله واذا شرى سنين الناس يوسد يون زيه في كيد شرى سن يخفاون في سيسي الزرط الخيريين لكل وي ماشي ديال الملكي و رياليتي يستامني ربي في الناس روح عرف دين طبغيت معناته وني عن الفكره اما كنا نفكر على الا مدير الشركه الا مدير مؤسسه الا مدير اي اداره يسعى خدام يفقد في فكره العاليه يفقد مشروع العاليه الفكرة المشروع مشروع الفكرة هي الفكرة على على على, على سيدي, سيدي مليار مثلا مليان المهم فكره تنفع ماديا او معنويا صحيح زيس مصلحه للناس مصلحه للبلاد والعباد مهم. ومن بعد من هذي غادي نتفاعل غادي نتفاعل وني قلان دي المسؤول الاول ويتنين ونتفاعلنا راه حاجه كبيره اورك انت لازم ما تكتب اللي غنشتا ماشي الفكره ينو الفكره فلان انت نفع البلاد العباد تي وحده ثانيا أدنى مشتي ان مثلا نكنين الزرب <سؤال> اللي <سؤال> بتتر الشتوى ما راتكش موسم فصل الشتاء نقرض باللي تلا لاسفيكسي دونك نخدم برامج مثلا نخدم دروس مواعظ حتى المساجد باللي فوبا يون هذه سهون الغاز هذه سهون ولكن الا لاسفيكسي قرض يقول لاني وعر كثر من الغاز السي او 2 ما الا انتشر زينا وهو هذه ستفحل زينة هذا شويث معناته ما يلون يون لان الزرب اللي المجتمعات الاسلاميه الدول الله يبارك الاسلاميه مثلا فكند الدعم كل المجالات وحده فكند حتى التعليمات كل المجالات باش كل الامور اللي يعني تعكس في في المسلمين ولكن مرة صفت يون كمسلم يخدم المسؤوليه ينسي في البوست ينسي كمسؤول وصفت المسؤوليه اللي يتعكس يعني اللي خدم راه الخدمه يسكن يدي الحال وي تسلي خير وي تساعد على العباد ويني غاديك تطفيف داغن لاني ويد الحال مثلا ولي هذه السنيه 20 دوسي كلا جورني هذه سنين 100 غميثين نسيت سنيه انا قال 20 ايوا شو ري سنيه راه 100 غميثين هو يطفف الميكيال يطفف الميزان ويتوكش المطففين ما الا يوني ويد الحل مثلا هذه خدم الخدمه ينسكن يدي وي الحل وهذه العباد الوجه الرحب الواحد الطلقه كي قال النبي عليه الصلاه والسلام عندي تقرض عائشه ام المؤمنين كان رسول الله ما رؤيا الا بالسامن ضحاكه يعني يتعاون العباد حتى ان النبي عليه الصلاه والسلام يقارض الحديث <applause> الصحيح <applause> اذا <applause> يفسد يونس اللي يا رسول الله من اي الناس احب الى الله منه هو ربي ملوح مليح اكثر يكرد النبي عليه الصلاه والسلام ان ان تنفع اخاك ما الا تنفع تيماك المؤمن دوينا اذا القيمه مقارنه تسعود الفضل مقارنه رب العالمين دونك قد تطفيف ماشي حاشا الامور الماديه لانت الامور المعنويه لان زمر تتنغطيون مثلا بتي المجتمع عندنا ما الا ترى الشغال يدوي الحاله الحال ماكن دونك تقطي ترى العمليين يدوي الحاله تخدم حقيقه دونك عقلك تصنغط المواطن مثلا الشعبي تصنغط المسلم تصنغط بتي دونك كيشم دار حقيقه دونك الانسان المؤمن الذي مسؤول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته لكن اللي النبي عليه الصلاه والسلام ولا تبخسوا الناس اشياءهم ها في ذيج هذه يعني يير الحاشت تقرض التعيطه ممكن وذا قرضش ولا شكرا نميه أخا أنا, أنا يعني يعني يير وش وشتوغش يجواس ترجيب اللي ميك هذا هيدي فغش شيكي بشدة سيني شكرا كذا كي شاه بالدف شيني يكشم ولا تبخسوا الناس أشياءهم نعم سيف تحيي يكشم أه السريض أه أول سيدنا أبو بكر الصديق هذا رضو في الأس مم. سيدنا أبو بكر الصديق السيد سيدت صحيح إن بي جدارة ذا شو دينا إن أمرنا أن نقول للمحسن أحسنت وللمسيء أسأت وأن نستغفر للمذنب وأن نفرح بتوبة التائب الله 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 إن ديوم مرا وشبيح النبي منو ديوم مرا النبي عليه الصلاة والسلام إن ديوم أدنيني إي ويني قوما شئ تقوم تبارك الله فيك جزاك الله خيرا هذيك صار بين مثاليك الشكر سنين ثانية فيك أعطيك صحة بأي لفظ يعني تقرأوا كذلك الشكر ضغن أن فرح سويني ديو غالي ضربي أن فرح ما إلا وين أزن زعوربي سبحانه وتعالى الشكر زمرت ديانة سفتحي أثان ذكور قطس مدن يعني سواء كسم الجيران ناق خام ناق سوتو غيري ثمن مزران أين ديري أثان ذي من زغثي تسوفر مزران أين عارث فرنت ستة درنالا ودقار الشكر من لم يشكر الناس لم يشكر الله عز وجل قلبو ذا داغان النبي عليه الصلاه والسلام يطبق يعني سنق القران الكريم ولا يجري منكم شلاءان قوم على لا تعديلوا اعديلوا هو, هو اقرب للتقوى ذا الشاطين تصيف تخي لبيد الشعير لبيد ذا الكفر لبيد ان دوال الرسول يفذو علي إن أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة الشاعر لبيد مم. كل ما قال الله باطل. فهو باطل وكل نعيم لا محالة زائل لمعنى البيت والسين وفقا للنبي عليه الصلاه والسلام وفقا من زونك أن اسم كل حاجه ولا شزيكس الرضا ما قال الله فوز الباطل ان اصدق كلمه عثمان بن مظعون اذي رزور صحابي جليل مي اولا يني اسفر ويشعر يني صغر لبيض امن زوني كل ما خلى الله باطل ان صدقت لا معنى وسين ان كل نعيم لا محل زائل ناس كذبت اي غار ان خاطر الجنس وسط نعم الجنة صارت فاكرة زوائي نغال انت راض انت غالر فيل ايوا شو النفسية الامارة بالسوء الحاسد العوامل النفسية الامارة بالسوء بارتي لذلك تهلك <تصفح> <تصفح> ثمين عبابي سوى كان ذي وجه الكلمة الشوكرة الوجه كلمة الكلمة اتنفدعي من الخير صحيح تاسيسي الخير خدمت يعني الساس الخير قال الامه الخير نكون اذا الامه الخير كنتم خير امه أم. جت للناس يويد الحال قخام اقشيش ما يسقون السيري تبارك الله فيك صح ايوا شو عقلك تشجع عطيت حتى غنشتايني يعني كش مغدقي انت الشكر من قاده القاتل سورة نبدل النصيحة الفضيحة الفضيحة حتى يقوى النقض أكثر من النصيحة مه. يعني أنا في ونف نصحل يعني شكرا غاسي سعى السلبية زوينا غاثن ذو المشكور ولو غلطة كلش ولو كان نعب ذني يسعى الأخطاء يسعى هذا ربي كان الكامل كان يجي ونزاغ المذبغونات غادي على الايجابيات يسعى الحوايج العاري الثانو دي تبان اني لي دير الماسك هذا رضو ربي في سيدنا علي ان احبب حبيبك هونا مع عسى ان يكون بغيضك يوما يوما ما مم. وابغض بغيضك يوما ما عسى ان يكون حبيبك يوما ما يوما ما مم. يعني أول يعني كان غير جبد انا وط الميزان الميزان ذا شوف ذا العدل اعطي كل ذي حقين حقا قال نفك سيدنا شعيب كيف كيف عليه الصلاه والسلام يسد باش يحافظ في الميزان في الميزان التوازن يا قومي اوفوا المكيال والميزان بالقسط بالقسط ان شاء الله صوتي إيه دي الفكره مم. خاطر ما نخكش العدل انا وطغيون المقارن علماء الاجتماع وطرسي مسنون قارنا النظام والرتابه. صحيح. نعيش يون الاستقرار. الله الله بارك الله بارك الله, الله فيك والاستقرار كي الا نتحوس في اللاس يعني وفي الرقي صحيح ان شاء الله ربي الخير الروح كيف كيف لتمثلت من قرني مسنون الأمانة العلمية نعم يجي نعتاب يرى الكتاب يسيغ الفكرة الوقت يعني يا طاسي إذا روح وأنت مثلا يقار هذه سو النظام عياري يا وليس بلا عليني قال فلان نعم قرن الامانه العلميه او الخيانه العلميه ان كذا نعم هيك شم كيف كيف ولا تبخسوا الناس اشياء سبحان الله واسع الموضوع سي بور صحت ربي قرد ولا تنسوا الفضل بينكم هيك شم قال نشتا يعني ربي قرض ولا تنسوا الفضل بينكم واللي كيخدم الخير واللي كيخدم الاحسان قرض النبي عليه الصلاه والسلام وانا راسي نوايه الخير الحسن الاحسان لازم تكافئ تجازي من احسن اليكم فكافئوه حتى هي النبي عليه الصلاه والسلام يخدمك يون الخير يخدمك الاحسان كافئيه يعني في كاس ان دوت في كاس الحاجه سوا شويه يعني غتكرمط تيتمن من زويت الانسان اللي خدم اجتهد قال اي مجتمع لازم اذي علم باللي مثلا حتى ما كلمه غير نتيد تنفع تصلح لازم أتنس ببابيس وين لا تدي هضرون تتررر ماكندم شو غد مثلا أن إذا الإمام الشافعي رحمة الله عليه ينادي يوم البيت شبه حكاية باللي يعني المعني فيما معناه يناد بلي كي ودت لو أن يعني علمي مبثوث أكّا؟ يعني بين الخلائق ولم يعرف قائله ماذا لو كان ذا فغي يعني غادي غير حاجه غادي نفع المجتمع وغادي نفع البلاد والعباد ولا لما لا حد من يدينا نلقاو يعني من كثره يعني الورع الكثره يعني تكاد الرياء تكاد مثلا النفاق تكاد ولكن كنيك الدين لنا اقرار ضرب العالمين تبارك وتعالى باللي الانسان لازم ذي اللي يمكن كاشو الزرز زيس الانفع مثلا يذكر ضرب العالمين في سيدنا يوسف عليه الصلاه والسلام يقرض سيدنا يوسف اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم يعني اذا كان خزائن الارض يعني وزاره الفلاحه إني حفيظ عليم، ولاش في ما إلا الزروب اللي كي ذا وذا كان هي، واد ياس حديتو ناديروح حد في كسني ناديروح في الغيريس مثلا، دونك سيدنا يوسف في اجعلني على خزائن الارض إني حفيظ عليم، دونك يو بخساره الشينويط اللي حتى فكريا معنويا علميا معناته يكذب كتاب عثان الزر مثلا ترى هذه كتبيون الكتاب وهذه تروح كرا المشدات ديال المحاكم الى اخره الكتابيه غتصفتي كتبيتي ديون كتبيتهم بعوي ان شريث وهذه وهذه نسبي العمريس يعني الفكرة وهذه نسبي العمريس الكتابيه هي كي اللي دا غني كشم كان دونك الانسان ما غادي يزر التطفيف الواحد المكيال واحد البخس ادنى مكسيه المؤمن يعني قاعده عامه ان اذا النبي عليه افضل الصلاه والسلام اذ كراض باللي يوم القيامه قرض يقتص الله يوم القيامه بين البهائم حتى انه لا يقتص بين الجلحاء وال... والقرناء يعني قرض النبي عليه الصلاه والسلام يوم القيامه أذكر البهائم الحيوانات الم نذق الذي يفصل الحساب يارب منه واذا كي جلّاند البهائم يقول جلان لنا القرون سعى القرون يعني وذاك سعى القوات وذاك سعى القوة ما بالك كان يشتاق الحيوان يقول البهيمه يقول يعني لا حقيقه انا كنفهم ولكن ليست مكلفه هذا غنم ربي القيامه يقتص منها ما بالك بغا دين النبي عليه الصلاه والسلام في الانسان قد النثيين ان اذا يحاسب على كل صغيره وكبيره يحاسب على كل ذره يعني تدي قدم قد الحياه الدنيا دونك كم كتبغي طارق الاخر كني حقيقه كمسلمين نزر باللي ربما نزر إن ما ويل للمطففين ما كنا الميزان الوحيان. التجاره الوحيان. الوحيد دي البيوع، ديال المعاملات التجاريه الى اخره ولكن الميزان الواحد ديال البخس الواحد التطفيف يمق كل جوانب الحياه ما دام يجمع دا رب العالمين كل جوانب الحياه باش هذه لا ضرر ولا ضرر للحياه النقد ويد القاعده غيضيف كار بالعالمين تبارك وتعالى بارك الله فيك آه جيج مثلا نتاين كتمتو فيش كخان آه هيرو من سيد نغلف دور نكذا نعتكاب تين سرد الروضة تين كذا أدي سر يزني وذا الشي قرش ولا بارك الله فيك هيك شم كيف كيف هو لا تبخس الناس أشياء هم الشيخ غاديك صح أبو الثاني ماشي هيك شم كان قال تبخس الناس أشياءهم ذي الظلم الأسرة إيش سبحان الله الظلم ولا بد صمت النبي عليه الصلاة والسلام إن النساء شقائق الرجال دزقون زقون كركاز الزقين صمتوا ثلاثان ثلاثان يس ما يلا صمتوا التوي قبل صغور الكازيس اخلاق غيري وري تقييمه لا بيتنعتا بخار باش ما نكشمش ولا تبقى تنسى اشياءهم ساعه <سؤال> إيه ساعه يونا ديال الهديه يهم ديال الهديه يونا بني حطرق يعني المجلس الصلحه كان قال ورقا صمتو يثي قارط يعني صمتو يثي العالي والعالي وصب الدراغوري اني غاسي عني <applause> ما يلا ثلاث وذا كني كتب ربان اه الطريق صباح الخير ما دوس قارغا ما اسمى في الديناط اه تركات السلام عليكم ان دوس قارغا اني غاسي مره الماكله قارت يعني بصحتك تسلا حنانينا. هنا اين تسالي سؤال ناصمك في بغيطاتي غوري. الا قالت الموده وجعل بينكم موده <تصفيق> ورحمه. <تصفيق> ورحمه. ما ولاش الموده الرحمه. اسم ذي البوخس داغان. ذي البوشي إس قساس مورني المحبه ذي الموده. الغوش بح النبي عليه الصلاه والسلام يفك المحبه ماشي وخامس كان. الخامس انت تيد النبي عليه الصلاه والسلام. اي واي عليه وسلم. الرسول عليه الصلاه والسلام المدينه تسن صحابي الباديه. الباديه. تا وين السلعه من الريف يعني. ومن بعد هذا وين الباديه. اي تسدي هناك قرنص ظاهرا اي تا من الريف إن بعد الهديه يعني. الرسول مر في زريده دفه. هذا يقول يتهيز الهدية يقرص ظاهر باديتنا ونحن حاضر الله 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 ناس ظاهر نتاني ذريف النار نكري تبدي نتعس الله الله إما مسكين ظاهر ويسحن عن الصفة العالية الشباحة غاكا قاند وجه دميم يونو بريذا كيزياز دنابي ذفيرس اطفيتا كاربعيط والعلمير ذنابي دير بعناك إن يسأرسل لك سرح إيه لما على مدى يفثد النبي عليه الصلاة والسلام الرسول يزمو مقيدس يتنشرح إنا سنوذي أغنك لي من يشتري هذا العبد أناس يا رسول الله تجدني كسيدا ما إلا ذكرين ان يغن ومستفطر وين يسومن ذا دي شو دينا أنه بس لي ولا يعني كل ذا ولا يغيهما الناس لكن أنت عند الله غالي لست بك نسلم عنا خشي غرب العالمين غرايط ذا ولا يدي وين اثن سقدش اسييني يوني والله قميدو سيطار غوري خامي ويتشور ترفعث الله ذا البحر اسييني ومعلم يوخدمه قميدو سيط غوري والله يربح ما شاء الله ذو زيني الله الله نبغى ان سقدش الخير ربي يرحم الوالدين لاباس خويا ويضيق الوقت هاي نخدم يعني يسير الشيخ الفهل يسير أول زعيم الزعيم الحل باش نفرغ سك المشكله كي <applause> الناس اشياءهم هكا <applause> اولا قال الشيخ يعني, يعني العلاج الظاهره ياك القرض والسماء رفعها ووضع وضع الميزان, الميزان. الا تطغوا في الميزان واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان يعني كل شيء في الميزان غرب العالمين العداله لان الميزان هو العدل والعدل المطلق لابسولي رب العالمين تبارك وتعالى ويقبل راك العبد هذه الحاجه غير عند النقصان نغذ البخس يتحب كل حاجه غادي لي الميزان العدل بكل الجوانب بكل المستويات يعني اجتماعيا اقتصاديا سياسيا ثقافيا فهميا علميا فكريا اكنت بغض فهمت حتى دينيا لان رب العالمين في كيغض الصلاه العبادات أكن ما لانت الا اني غدو بخس ما مثلا وني تزلان يفو با دي بخس ساكن حذيفه بن اليمان يو تزلان ولكن نور الكعر الركوع سكن يديوي وني سجد سكن سجد ساكن يديوي الناس الناس حذيفه بن اليمان ويس بيس ان الناس كاش شويه تطفيف في يطففوا في الصلاه معناته كل عبادات النار الواحد رب العالمين ديجا مالا معامل واحد ربي لازم معامل سلعات لين ونتي لا البخس ومعامل الحياه الاجتماعيه بنفس المقدار ونفس المكانه فضيلة الأستاذ عبد النور عربوش من تخصص الفلسفة الإسلامية سي ولاية بجاية شكرا ضيافة شكرا شكرا يعني إن شاء الله شكرا أيضاً. شكرا الشيخ مختار الرحماني اش نزرى كذا ان شاء الله التالي. ان شاء الله اكيد جزائر ربي يسخرها ربي الوالدين ان شاء الله اكيد وين ينفع يا ربي ان شاء الله بارك الله فيك هذا بقرب ربي الاول يا ربي امين أيث ما يسمع كلا نوض نقروا الحصه تنسرى ان شاء الله من تناني نجيو لنا غيتي يوضوا ويوضفوا لون ونسلم ان شاء الله نخدم سمات نسلو ونبعد المشاكل اللي الكل ينسلو ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين. صدق الله العظيم المرثيم دوكال قيم في لهنه الخير اللي ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته وعليكم <applause> السلام